دكتورة اليوم غادي نتكلموا على موضوع تهم أكثرية النساء تنظن لا؟ فعلا هو واحد النساء كتصاب به أكثر من الرجال، ولكن فاش كيكون تقدم في السن كيولي واحد المساواة ما بين المرأة والرجل. ألوغ هذا المرض هو هشاشة العظام، هو أن العظام كيهشاشو الاسم ديالو كيفسر لينا هذا المرض. هو أن العظم الكتلة ديالو والوزن ديالو كيخفاف. كيفاش غادي نفهموا هذه المسألة ديال أن العظم كيخفاف؟ الوغ العظم السميره داير بحال شي ايبونش، فيه دوك الثقيبات الصغار، ولكن مع السن هذوك الثقيبات كيبداو غاديين وكيكبروا تيتلاقاو اكزاكتومون. دونك العظم كيولي هشيش، وبالتالي كيولي كيتصاب بالكسور بشكل بسيط جدا. السوفيه تكون واحد الحادثه صغيره ولا واحد الطيحه اللي تكون صغيره والشخص كيتهرس. اسمحي لينا اهلا، حنا في الحمله الامميه لمناهضة العنف ضد النساء، الله يجازيك. وشعارها هو اللون البرتقالي. شكرا شكرا بزاف. احسن من يحمي اللون البرتقالي. الله يكبرك. وطبعا انت غتلتحق بنا بهذا اللون البرتقالي. اكيد تنشكرك على هذه الالتفاته. شكرا ليلى بشرى. شكرا الدكتور الاستاذه خديجه الروقاني، نتلاقاو معها في موضوع مهم، موضوع الساعه. لكن قبل من ذلك نكملوا في هشاشه العظام. اكزاكتومون. دونك قلنا بان ما العظم كيولي هشيش فهو كيولي معرض للكسور. فعلا النساء في الاول كتكون كتحميهم الهرمونات النسائيه ديالهم، ولكن بمجرد انهم كتنقطع لهم الدوره الشهريه كيوصلوا لامينوبوز، هنا كيوليو متعرضين اكثر لهذا المشكل ديال هشاشه العظام. ولكن هو معروف انه كيصيب النساء والرجال بكثر من 65 سنه بشكل متساوي، غير النساء كيجيهم قبل. الوغ شنو هما الاسباب؟ ما عندناش واحد السبب مباشر، عندنا بزاف الاسباب اللي هي اسباب طبيعيه اصلا، لان العظم تكون هكاك. غير هو بعض المرات كيكونوا عوامل خارجيه اللي كتسرع من ظهور هذا المشكل. دونك كيف قلنا التقدم في السن، كاينه الوراثه. بحال دابا واحد السيده اللي الوالده ديالها ولا الناس في العائله ديالها جاتهم هشاشه العظام كتكون متعرضه اكثر لهشاشه العظام. قلنا الهرمونات، دابا تكلمنا على الهرمونات الطبيعيه انها كتنقطع في لامينوبوز، ولكن في بعض الاحيان كنقدروا نديروا دي تريتمون اللي فيهم مضادات الهرمونات النسائيه، يعني علاجات ادويه. علاجات بحال دابا الناس اللي عندهم لوندوميتريوز كنقدروا نعطيو لهم هاد العلاجات. النساء اللي عندهم هرمونيه النساء اللي عندهم سرطان الثدي كنعطيو لهم علاجات مضاده للهرمونات، هما كيكونوا متعرضين اكثر لهاد لوستيوبوروز. بالنسبه للرجال بحال دابا اللي عندهم سرطان ديال البروستات، لي تريتمون هرمونو حتى هما كيزيدوا من الحده ديال المشكل ديال هشاشه العظام، ولا استئصال المبيض عند المراه ولا استئصال الخصيتين عند الرجل. دونك هذه المسائل هي خارجيه ولكن كتسرع من ظهور هذا الاوستيوبوروز. دونك من غير هذه العوامل اللي تكلمت عليها ديال الادويه، كاين عوامل اخرى بحال الناس اللي كيكون الوزن ديالهم ضعيف بزاف كيكونوا متعرضين اكثر. الضعف باش ما كنا رقاق باش كنكونوا متعرضين اكثر لهشاشه العظام. الناس اللي عندهم نقص في ماده الكالسيوم، ماده الفيتامين دي، دونك كاين مشكل ديال التغذيه. الناس اللي ما كيتحركوش بزاف، لا سيدونتاريتي. خاصك تعرفي سميره باننا باش ما تحركنا ودرنا الرياضه باش ما العظم ديالنا كيتقال. سبحان الله. دونك الناس اللي ديما جالسين وما كيديروش ليكزيرسيس فيزيك وما كيتحركوش بزاف كيكونوا متعرضين اكثر لهذا المشكل ديال هشاشه العظام. واخا عرفنا الاسباب ديال هشاشه العظام الوراثيه والطبيعيه واللي مكتسبه، دابا بغينا نعرفوا العلامات ديال هشاشه العظام. واش هو مرض صامت او لا؟ مرض صامت للاسف ما كاينينش علامات اللي غتفيقنا وتقولنا راه عندنا هشاشه العظام. امتى كنعرفوا بان عندنا حتى كنتهرسوا؟ واحد السيده كطيح واحد الطيحه بسيطه وكيتهرس لها لو بواني المرفق ديالها ولا الراس ديال الفخذ ديالها ولا في العمود الفقري ديالها. دونك هنا عاده باش كنكتشفوا هذا المشكل، ومن بعد كيكون التشخيص سهل. ضرات النافعه بعد الخطرات، هذيك الهرسه تيكون فيها خير. كنعرفوا بان عندنا هشاشه العظام وكنقدروا نعالجوها. الوغ التشخيص كيعتمد على واحد لاغاديو سميتها لوستيودونسيتومتري، واحد لاغاديو سبيسيال اللي كتعبر لنا الكتله العظميه. الكتله العظميه وكتقول لنا هاد السيده ولا هاد الشخص واش عنده هشاشه العظام، واش في اي مرحله غير مبكره ولا متقدمه. عندكم معايير عالميه ديال الكتله. كاين المعايير اللي كتورينا هاد الشخص فينا مرحله وسط من هاد المشكل. الوغ العلاج ديال هذا المشكل ولا كما قلت العواقب هما الكسور، والعلاج كيعتمد بالاساس على التغذيه، على تغيير نمط الحياه. علاش؟ باش نتفاداو العواقب ديال المرض. وكيف ما قلت سمير هذا المرض راه ما كيقش لينا غير بحال دابا لاختروز كتقيس غير المفاصل، في حين هاد لوستيوبوروز راه العظام كلهم ديال الذات كتقاس. في بعض الاحيان يقدروا يبانوا واحد العلامات اللي كتكون متاخره بان الشخص كيقصر في الطول ديالو. سبحان الله. يقدر يفقد حتى 4 سنتيمترات. علاش؟ لان هذوك لي فيرتيب ولا الفقرات ديال الظهر ديالو كيتونطاسا دوك الشخص كيتكسو لان بلا فيهم الخوا بزاف
وبالتالي تيت اكزاكتومون الشخص ما كيبقاش واقف مزيان الكتاف ديالو كيجيو للقدام دونك هادو هما العلامات اللي كتكون متاخره. واخا اللي فهمت معاك هي اننا خصنا نركزوا على الوقايه. الوقايه اكزاكتومون لان العلاج ما شنو كاين لا كاين علاج لما كتكون الاوستيوبوروز عندنا علاج بادويه اللي كتزيد من الكثافه ديال العظم كذلك كان ولكن الا كان في مراحل متقدمه لا مراحل اوليه يعني مراحل اوليه حتى متقدمه كاينين ميكانيزمات اللي كتعاوننا اننا كنعاودوا نبنيو بحال كنعاودوا نبنيو هذوك العظام ولكن الله. الادويه بوحدها ما كافياش خصنا غذاء اللي يكون غني بالكالسيوم نمط حياه كله نمط حياه فيه الحركه فيه وفيه الاغذيه كذلك بالنسبه للاغذيه والادويه الوغ بالنسبه للاغذيه خصها تكون غنيه بالكالسيوم والفيتامين دي بالنسبه للكالسيوم ديال الكالسيوم كنعرفوا بانه كيكون في الحليب والمشتقات ديالو كيكون في الخضر اللي اللون ديالها اخضر بحال البروكولي بحال البسباس الفلفله كذلك الخضر اللي الاوراق ديالهم كتكون خضراء بحال الخيزو الفجل المعدنوس حتى هو فيه غني بالكالسيوم البسباس اكزاكتومون كذلك المياه المعدنيه كاين المياه المعدنيه كتكون غنيه بالكالسيوم حتى هي كتقدر تساعدنا باش نجيبوا لو كالسيوم بالنسبه لفيتامين دي لا سورس ولا المنبع ديالها هو الشمس خصنا نتعرضوا للشمس ماشي الوجه ديالنا حيت عندنا المشكل ديال البقع السمراء اللي كيعانيو منه اللي تتهضر الوغ سهر 20 دقيقه يوميا بيان سور ما تعرضوش للشمس ما بين 12 و 4 العشيه لان كتكون الشمس حاره بزاف نتعرضوا للشمس اما ديال الصباح ولا ديال الاخر ديال العشيه خصوصا الدرعين ديالنا ولي جامب والسيقان ديالنا هما اللي غيلتقطوا لنا هذيك الاشعه الشمس باش لا فيتامين دي تولي اكتيف كذلك لا فيتامين دي كاين حتى في بعض الماكولات بحال لي بواسون غرا بحال الاسماك اللي كتكون دهنيه بزاف بحال لا ترويت السردين السومون لونشوا هادو كلهم كيكونوا غنيين بالفيتامين دي الكبده ديال الغنمي ولكن كتبقى لا سورس ديال ولا المنبع الرئيسي ديال فيتامين دي هما اشعه الشمس. واضح. الوغ وكاينه الحركه سميره مهمه بزاف. بعد نصيحه وقائيه. نتخيلوا كيفاش الحركه ممكن تعاون اننا نزيدوا من الكتله العظميه. لا ممكن لان شي بحال لو موسكل، علاش فاش كنديروا الحركات الرياضيه لو موسكل كيتنفخ؟ حيت سي لو ميم برانسيب. هو اننا باش ما درنا الرياضه باش ما العظم ديالنا كيتقوى وكنصحوا اننا الرياضه خصها دار في سن مبكره باش فاش نتقدموا في السن يكون عندنا واحد المخزون بعدا ديال الرياضه واحد الكابيتال ديال العظم اللي يكون صحيح اللي غيبقى شاد معنا لاطول مده ممكنه كاين كذلك واحد المساله مهمه في الاغذيه اللي ما قلتهاش هو ان الافراط في تناول القهوه والمنبهات لي ليموناد كينقص لينا من الكالسيوم في الدس ديالنا علاش لان تاثر مباشره على العظم بيان سور ينقص الكالسيوم العظم ما كيبقاش يتبنى مزيان خصنا نعرفوا بان الاساس ديال العظم هو لو كالسيوم لو كالسيوم هو اللي كيبقى هو السيمه ديال العظم داكوغ دونك بحال دابا القهوه الا كان افراط في تناول القهوه معروف انها كتخرج البول بشكل كثير دونك مع هذاك البول كيخرجوا مع الملح الملح المعدنيه وكيخرج لو كالسيوم دونك الناس اللي عندهم هذا المشكل خصهم يتفاداوا الافراط ديال القهوه ديال الكحول التدخين كذلك تنشكرك بزاف دكتوره ليلى بشرى على هذه المعلومات المهمه جدا